ونتحول الآن في نشرتنا للتعرف على أهم أنباء المال والأعمال. نتحول فيها إلى مصطفى مزار. تفضل مصطفى. شكرا إيمان منصور. شكرا ريهام الديب. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. أكد البنك الدولي في تقرير له أن مصر تعد من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أضاف البنك أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في اكتذاب الاستثمارات، وأن هناك مناطق صناعية في مصر يجري إنشاؤها على نحو متزايد بعيداً عن المدن السكنية. وأشار التقرير الخاص بالبنك إلى أن هناك 12 منطقة من تلك التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من المدن التي يقطنها 200 ألف نسمة أو أكثر، وهو ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى استخدام الأراضي الصحراوية لإنشاء المناطق الصناعية. ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بنسبة 23%، وهو معدل نمو غير مسبوق لتبلغ 8.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخها، مقابل 7.3 مليار دولار خلال عام 2021. كما أشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية إلى ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 10% لتبلغ 3.8 مليار دولار لأول مرة في تاريخها في عام 2022، مقابل 3.4 مليار دولار في عام 2021. أكدت وزارة البترول أن هناك مشروعات يجري تنفيذها لمد شبكات خطوط أنابيب البترولية جديدة لتواكب استراتيجية الدولة التنموية، فضلا عن مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط في ضوء التنمية العمرانية والطرق الجديدة والتي تنفذها الدولة. جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالي القادم 2023-2024. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية الاستمرار في تنفيذ المشروعات الجديدة، حيث تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافي التكرير، ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والمواني. في سوق المال، سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جماعيا بختام التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 16118 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 صعد بنسبة 54% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة، وارتفع مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 67% ليغلق عند مستوى 4489 نقطة. في منطقة الخليج أغلقت معظم أسواق المال الرئيسية على ارتفاع في انعكاس لارتفاع أسعار النفط، مدفوعة باحتمال أن تشير النظرة المتفائلة للنمو الاقتصادي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 4% مدعوما بصعود سهم عملاق النفط أرامكو بنسبة 8%. في قطر صعد مؤشر البورصة بنسبة 9%، كما صعد مؤشر السوق الأول في الكويت بنسبة 16%، في حين هبط مؤشر سوق البحرين العام بنسبة 7%. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. في نشرة السادسة نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار سياسية مع ريهام وإيمان. شكرا لك مصطفى.